النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. LG المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. مجمع الملك الحسين للأعمال. تابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: انحسار الكتل الهوائية الحارة نسبيا التي أثرت على المملكة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وبالتالي انخفاض على درجات الحرارة اعتبارا من الخميس، وأيضا مع هذا الانخفاض سيترافق مع ليالي معتدلة الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ننتقل الآن لسوق الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأيضا منطقة بلاد الشام، والتي توضح خلو عموم هذه المناطق من الغيوم باستثناء بعض الغيوم المنخفضة التي انتشرت خلال ساعات الصباح الباكر فوق سواحل فلسطين ولبنان وسوريا ناتجة عن ارتفاع نسب الرطوبة. ننتقل الآن إلى صور أو خرائط توزيع درجات الحرارة وأيضا خرائط توزيع الكتل الهوائية في طبقات الجو الوسطى اعتبارا من الخميس وحتى يوم الأحد. يلاحظ سيطرة لكتلة هوائية ذات درجة حرارة اعتيادية في عموم منطقة شرق البحر المتوسط وأيضا منطقة بلاد الشام، وبالتالي يسود طقس صيف اعتيادي. نقصد بالصيف الاعتيادي أي طقس حار نسبيا نوعا ما في المناطق الجبلية، لكن يكون حار في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة والمنطقة الشرقية خلال ساعات النهار، لكن خلال ساعات الليل يتحول الطقس إلى معتدل في المنطقة في المناطق الجبلية وأيضا في المناطق الساحلية، بينما يكون دافئ في المناطق الغورية وأيضا منطقة البحر الميت وأيضا منطقة العقبة. عن هذا الموضوع سننتقل إلى توزيع خرائط درجات الحرارة السطحية هذه المرة من الخميس وحتى يوم الأحد. يلاحظ أن درجات الحرارة ستكون اعتيادية خلال عطلة نهاية الأسبوع خلال ساعات النهار، كما ذكرنا طقس حار نسبيا في المناطق الجبلية، لكن يكون حار في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة وأيضا المنطقة الشرقية. درجات الحرارة حول معدلاتين مثل هذا الوقت من العام، لكن خلال ساعات الليل تنخفض ليصبح الطقس معتدل في المناطق الجبلية والساحلية، بينما يكون دافئ في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة. ننتقل الآن للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يصل الطقس صافي مع 23 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة تستقر درجات الحرارة على 30 درجة مئوية أيام الخميس والجمعة والسبت، أما درجات الحرارة الليلية تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية. في نهاية نشرتنا نستعرض هذا الفيديو، حيث تعرضت بعض مناطق أرمينيا يوم أمس لعواصف رعدية شديدة ترافقت بتساقط كثيف للبرد، وأيضا تسببت بإغلاق العديد من الطرقات وعزل بعض المناطق. هذا الفيديو استعرض جانبا من عملية إعادة فتح الطرق وإزالة أكوام البرد. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء. Thank you.